استاذ ابراهيم، راي حضرتك او اول العبارات الرئيسيه اللي حابب تبدا بيها التعليق على يعني مشوارنا الافريقي. طيب بس قبل ما ابتدي ده بشيء اذكر، وانت بتتكلم على الحدث النميل والحاجات البطولات في مصر والكلام ده كله، برضو عايزين من هنا نحيي اللجنه المنظمه لكاس الامم الافريقيه والقرعه والحفل الجميل جدا، حفل رائع الحقيقه. وده في الاول والاخر بيقول لنا ان احنا عندنا من الاماكن التي نستطيع ان احنا بيها نصنع الفارق. الحقيقه الحفله اللي اتعمل، وعايز اقول كل من ساهم، اتحاد الكره، المدير التنفيذي كابتن محمد فضل، كل من شارك في الشركه الراعيه، كل من شارك في اخراج هذا الحفل، كل الشكر وكل التقدير ليهم. حفل عظيم جدا، بس بيقول ان احنا عندنا اماكن نستطيع، ممكن تبقى فيه حاجات صغيره قليله انما لا تقلل من شان هذا الحفل العظيم اللي هو ابهر كل من شاهده، ابهره بالتاكيد.